بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في الحلقة 30 بعد 100 والألف نكمل قصة إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إبراهيم عليه السلام في تصرفه وسلوكه إذا سمعه أحد يشك في عقله، يعني رجل ترك طفلا رضيعا لسه مولود وأمه في مكان صحراء لا زرع فيه ولا ماء وسابه ومشي. لو فعل هذا أي إنسان في هذه الأيام يشك في عقله، يبقى عنده خلل. ليه عنده خلل عقلي؟ لأنه أولا لا يصح أنك تترك زوجة وطفل لوحده، يعني حتى لما تعاوز تسيبهم تسيب مسافر، هسيب زوجتي مع أهلها. اي انسان مسافر ما يسيبش زوجته لوحدها ويقفل عليها لغايه ما تموت، ما ينفعش، انما يرد الامانه لاهلها. انا مسافر، اما ان ناخد زوجتي معايا واما نرجعها لاهلها. لكن ابراهيم عليه السلام كان مامورا من ربه، ربنا تبارك وتعالى قال له يا ابراهيم خذ هذه المراه وطفلها الرضيع واتركهما ها هنا. اذا الامر كبير اكبر من تخيلنا بقى، ومع ذلك استجاب ابراهيم. طب حتى إذا لم يحاسبه أحد وعاطفة البشرية راحت فين؟ ما احنا عندنا حاكم داخلي اسمه الضمير. ضميرك فين؟ يعني واحد قتل وساب القتيل ومشي، فين ضميرك؟ واحد سرق ومشي، فين ضميرك؟ الناس كلها تشتغل وتتعب وانت تيجي تاخد على الجهاز، ايه ده؟ ايه في انت عامل زي الناموسه ولا الناموسه ولا الدبانه اللي بتيجي تقرص تاخد الدم بتاع ناس تمشي، ايه ده؟ فإبراهيم عليه السلام استجاب لأمر الله، لكن عاطفة البشرية غلبته فأخذ يبكي بيعيط ويدعو، يعني يا رب على عيني إني أسيب طفل رضيع أمه. يعني هل يا ترى يجوز إن إنسان يسيب طفله رضيع أمه ويمشي؟ يعني في المجتمع كده ينفع؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفى بها إثما أن تضيع من تعول. إن إنسان يبقى عنده ولد أو بنت ويطنشه كده وكأن لم يكن ويسيب أمه قاعدة عند أهلها كده وما يصرفش عليه، ده هيضيع يوم القيامة، ده مش هيورد على جنة. في ناس عايشة كده، في آلاف من الناس عندهم أولاد وعندهم بنات وسايبينهم. فين ابنك؟ الله أعلم، بقالي سنتين ثلاثة ما شفتوش. فين بنتك؟ بقالي سنين ما شفتهاش، حرام عليك، هتروح النار. كفى بها إثما أن تضيع من تعول. بس هو سيدنا إبراهيم كان عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى إنه رجع لهم تاني، فقال كده يا رب أنا في الصحراء دي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهيحصل لهم إيه بقى؟ يقيموا الصلاة وكذا. بالظبط، هو بقى إبراهيم عليه السلام ضرب لنا المثل إنه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، اللي أنت قلت لي ده هيبقى بيت، ما كانش فيه بيت ولا حاجة، لأن دي كانت صحراء. البيت كان مدفون، لأن البيت أول من بنى البيت الحرام، بيت الحرام اللي هو الكعبة بس، أول من بنى البيت الحرام كانت الملائكة، خلعين المسجد الأقصى. النبي أول بيت وضع للناس، أول بيت اتبنى، قال البيت الحرام في مكة، ثم ماذا؟ قال ثم المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة. طب البيت اللي اتبنى ده راح فين؟ لما جاء الطوفان أيام نوح غرق البيت، فجت الرملة بقى وجت الحاجات فغطته، فما بقاش في بيت خلاص. لغاية دلوقتي ربنا قال له تعالى في الحلم، يروح مكة. على فكرة مكة متاهة، جبال وهضاب وشوارع، وتخش من هنا تطلع من هنا وتلاقيك بيت هنا، متاهة متاهة. كان زمان بيقولك ايه، أهل مكة أعلم بشعابها. أنا تهت في مكة دي 3-4 ساعات، بقيت ألف حوالين نفسي وأرجع لين في زنوط. وتاهي البيت الحرام في الشعاب، وتاهي البيت الحرام في الشعاب، جبال وهضاب وتطلع من هنا تلاقيك بتلف بترجع تاني، وبعد ساعتين تلف تلاقيك بترجع، كل الشوارع شبه بعضه. عشان كده كان بيقول يقيموا البيت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول اني اسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم. فين هو البيت؟ لسه. ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي الي. انا سبتهم يا رب ابعت لهم حد. الناس لا تهوي الى مكان الا اذا كان في ماء. يبقى اول الحياه ماء.
عشان كده لما نيجي نعمر الصحراء اول ما تيجي تعمير لو في سلسله تعمير نحفر ابار في ميه على بعد 5 متر في الصحراء وفي ميه على بعد 15 وفي ميه على بعد 30 متر الناس اللي حفروا في السويس بيحلفوا بالله العظيم الميه على بعد 5 متر وفي ناس في ارض الدلتا قالوا الميه على بعد 10 متر وفي ناس في الصحراء قالوا اعمق ميه 30 متر تضرب ماسوره في الارض تطلع لو عارض هضرب مواسير وعندنا اكبر خزان للمياه الجوفيه في العالم يكفي للزراعه 200 300 سنه بدي ابار ما بين كل بير وبير 1000 متر او كيلو او 2 كيلو واسيب الزراعه واقول للناس تعالوا زراعه اعمل طرق واحفر اذا بدايه العماره ميه مكان فيه ميه في حياه عشان كده ربنا بيقول ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بداية الرزق مية ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ولسه بيدعي إبراهيم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء يعني أنا سبت امرأة وطفل ربنا مش شايفهم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ده كده دعاء بعد كده ده كده بقى كبر قوي بقى وجاب بعد إبراهيم إسماعيل وهو لسه طفل ها يعني إسماعيل لأن إبراهيم بشر مرتين هتلاقيها في سورة صفات بشر مرة بإسماعيل وبعدها بعشرين سنة أو 16 سنة بشر بإسحاق خلي بالك عشان كده بقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق بلا سميع الدعاء رب يد في العبد أن يقيم الصلاة شرف العبد أن يحافظ على الصلاة ده هو كان بيقول يا اسكنت بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من نعم بسبب اقامه الصلاه تعمر الدنيا بسبب اقامه الصلاه تؤتي الارض خيراتها عشان كده بيقول رب اجعلني مقيم الصلاه الله يكرمك بسبب الصلاه واقول لك ليه صلاه انا ان صليت لله في مكان وسجدت لله في مكان وصل سجودي الى السماء فاصبحت في عمار واتصال بالسماء مش بس بالسماء وبكل كنوز الارض فإذا صليت في مكان فقد بورك في المكان إذا قرأت القرآن في مكان بورك في المكان وأصبح بينك وبين الملائكة عمود يعني أنا كل أقول لك إيه أنت قاعد تذكر الله الملائكة بتحوطك من كل مكان في عمود نور عمود نور من السماء إلى حيث تجلس وتجري الملائكة من السماء وتقول هلم إلى بغياتكم في ناس بيذكروا الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام من الليل فتوضأ وصلى وأخذ يقرأ القرآن يقام له عمود من نور بين السماء والأرض وفي لله ملائكة سيارة تقول لبعضها هلموا إلى بغيتكم يلا تعالوا عشان نحضر مجلس القرآن عشان كده المؤمن عارف أنه باتصاله بالله عز وجل بيتصل بالله وبالملائكة وبكنوز الأرض كله أنت واصل بالملك إحنا زمان يقول لك إيه دلوقتي يعني يقول لك مثلا أنت معك محمول متصل بالقمر الصناعي هتاخد الداتا المعلومات اللي انت عاوزها الانفورميشن هتاخد تتصل عايز تنقل ماتش عاوز تتصل بدول ما مش انت متصل بالقمر الصناعي طب انت متصل بالقمر الصناعي فما بالك لو كنت متصلا بالله ده بقى يقيم الصلاه يقيم الصلاة. ده مقيم الصلاه عشان كده قطع الصلاه ده ومن لم يجعل الله نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له ده مطفي عشان كده السيدة عائشة يعني سبحان الله بتقول للنبي يعني يا رسول الله من لم يصلي الصبح كيف يرزقه الله فقال يرزقه لأنه يصلي الظهر فاته الصبح يصلي الظهر فقالت يا رسول الله لا يصلي الظهر قال يرزقه لأنه يصلي العصر فقالت يا رسول الله لا يصلي العصر قال يرزقه لأنه يصلي المغرب قالت يا رسول الله يصلي لا يصلي المغرب فقال يا رسول الله يرزقه لأنه يصلي العشاء فقالت يا رسول الله لا يصلي قال يرزقه كما يرزق الكافر يعني إذا أنت قصرت في عبادة الله لا يقصر الله لك في الرزق بتتأخر بتنام بتسيب الصلاة بتسيب الذكر بتسيب هو رزقك موفور من أول الصح من أول أن أنت بتقدر تقوم تمشي رزق تاخد نفس رزق تقدر تشيل إيدك رزق ده كل عضو فينا يعني بقضاء الله لو ربنا شاور لك وتشليت مش هتقدر تقوم مكانك ولا تحرك رجلك ولا تقفل عينك خلاص زي ملك الموت لما بيجي يسحب الروح سحب الروح مفيش نفس ولا عين ولا ودن ولا مناخير والشخص اللي كان بيتحرك وكله حياه قدامك مفيش فيه نفس ادفنه في التراب بقى
ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.